كشفت مصادر سعودية مطلعة أن الملك عبد الله بن عبد العزيز ألغى زيارته المقررة إلى المغرب والولايات المتحدة لأسباب داخلية. وأشارت المصادر إلى أن الملك عبد الله ألغى الزيارة بسبب معلومات عن تجاوز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز للصلاحيات الممنوحة له. تشهد السعودية هزات سياسية داخل النسيج العائلي الحاكم لدرجة طفت على سطح الأحداث مؤخرا ودفعت المتابعين للشأن السعودي إلى التكهن بحصول تداعيات وربما تغييرات في هيكلية النظام. ويبدو أن ما أشارت إليه صحيفة الأندبندنت البريطانية بخصوص وضع السفير السعودي السابق في أمريكا الأمير بندر بن سلطان تحت الإقامة الجبرية بتهمة القيام بالإعداد لانقلاب ضد الملك عبد الله بن عبد العزيز كان الشرارة في هذا الاتجاه، لا سيما وأنه استأثر بالاهتمام والتغطية الإعلامية. وتشير التقارير إلى أن ما تم الكشف عنه بخصوص هذه المحاولة الانقلابية لبندر بن سلطان يرتبط في جانب منه بدعوات الأخير الإصلاحية والتي تأتي في سياق التجاذبات الجارية بين عدد من أمراء الأسرة الحاكمة والتي ترى ضرورة إجراء تغييرات في نمط الحكم والسياسة والعلاقات الخارجية. ومسرح الصراع العائلي لم يقف عند هذا الحد، بل جاء قرار الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلغاء زيارته المقررة للمغرب وللولايات المتحدة الأمريكية لأسباب داخلية بمثابة التقاط رأس الخيط الذي يؤشر إلى أن الخلاف العائلي بات أكبر مما تكشف عنه بعض التسريبات. فالتقارير ذكرت أن الملك ألغى الزيارة بسبب معلومات عن تجاوز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز للصلاحيات الممنوحة له. وأوضحت أن من بين هذه التجاوزات طلب نايف من وزير المالية تحويل مبالغ طائلة تحت مسميات مختلفة، بالرغم من أن الوزير يتبع مباشرة للملك، وبالتالي وإزاء هذه المعطيات بات من الواضح أن النظام السعودي يتحرك على ألغام سياسية وصراعات داخلية تنخر في هرم النظام. وحول هذا الموضوع معي عبر الأقمار الاصطناعية من لندن الدكتور حمزة الحسن، كاتب وباحث سياسي. دكتور حمزة، بداية، ما هي الأسباب الداخلية التي دفعت الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إلغاء الزيارة التي كانت طبعا مقررة إلى المغرب والولايات المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أن الملك عبد الله موجود في المغرب ألغى زيارته للولايات المتحدة، ويحتمل أن يعود حسب بعض المصادر المطلعة أن يعود إلى السعودية. والسبب الرئيسي هو أن البلد لا يمكن أن تترك للنائب الثاني رئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبد العزيز، وهو وزير الداخلية الذي يتصرف وأخذ يتصرف في الحقيقة حتى مع وجود الملك كملك مستقبلي. ولهذا السبب وإزاء معارضة عديدين من داخل الأسرة المالكة بينهم وزير البلديات متعب الذي يرفض حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب تعيين نائب ثاني لرئيس مجلس الوزراء، وإزاء توسع صلاحيات الأمير نايف، يبدو أن الملك قد غض النظر عن سفره إلى الولايات المتحدة. وهذه سفرة أصلا يفترض أن تكون شخصية باعتباره سيقضي إجازته، كان يفترض أن يقضي شطرا منها في المغرب والشطر الآخر في الولايات المتحدة. يعني على كل أحوال هناك مشكلة واقعة وموجودة وفعلية إن كانت معلنة أو غير معلنة داخل السعودية. برأيك ما سبب تضعضع السلطة والأسرة الحاكمة والأوضاع الداخلية في السعودية؟ يعني السبب الرئيسي هو التنازع على السلطة، والعائلة المالكة في السعودية لا يوجد لها نظير حتى تاريخيا في التاريخ. عائلة
يتكون أعضاؤها من 20,000، وبالتالي فإن الصراع طبيعي سيكون محتدما وحادا بينها. ثم هناك أيضا تصارع بين الأجيال، نحن نتحدث عن جيل الثاني وهو جيل الأبناء، جيل أبناء الملك عبد العزيز الذين لا زالوا يتصارعون رغم تخطف الموت العديد منهم، ولا زال الكثير منهم مرضى، يعني بما فيهم الأمير سلطان والملك نفسه الذي عانى من عدة نوبات قلبية، فضلا عن نايف الذي مصاب باللوكيميا ومصاب بأمراض أخرى في الكبد ومصاب أيضا بمرض في ركبه. نحن نتحدث عن جيل ديناصورات يكاد ينقرض، فيما تتحول السلطة إلى الأبناء أي إلى الجيل الثالث، والجيل الثالث أيضا هو أيضا عدده كبير جدا، ويريد أن يعني لا يريد أن ينتظر حتى يموت الآباء أو الأعمام، لأنه هم أيضا كبروا وصار أعمارهم فوق 60 أو 70، بعضهم طاف 70 أيضا. لهذا هناك صراع عمودي وأفقي حول هذه السلطة، حول السلطة وحول تحصيصها، ولأنه لا يوجد نظام مكتوب ينظم عملية الوراثة، لهذا كانت المشكلة واسعة ومتسعة. طيب. فضلا عن أن الدولة لا تمشي بالصورة التي يفترض أن تمشي فيها، وهي السعودية أنا أظن أنها أكثر الدول الخليجية تخلفا في الإدارة، رغم وجود الأموال ومردودات النفط الهائلة إلا أنها تعاني من الإدارة، بحيث أن الفساد يلتهم أغلب المداخيل، وقدرة النظام على توفير أدنى الخدمات الصحية والتوظيف والإسكان شبه معدوم. دكتور حمزة، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز لصلاحياته الممنوحة إليه، لماذا لا يتم أو لا يستطيعون وضع حد له ولتجاوزاته؟ باختصار لأن الملك شخصية ضعيفة، باختصار لأن حاشية الملك والداعمين لخط الملك هم ضعفاء، وباختصار لأن هؤلاء أي الملك وجماعته غير متمرسين في السياسة بشكل جيد ولا حتى في الإدارة، ولهذا الجناح السديري الذي ينتمي إليه نايف وإخوته الأشقاء كسلطان وسلمان أمير الرياض هم الأقدر على لعبة السياسة وعلى فرض الأمور الواقعية. لا ننسى أيضا أن نايف هو يوظف أكبر توظيف هو لوزارة الداخلية، يزيد عن 350,000 موظف في وزارة الداخلية، ثم بيد هذا الجناح أيضا وزارة الدفاع، وبالتالي السلطة لا تزال في معظمها من حيث القوة العسكرية بيد الجناح السديري، والملك يمتلك الحرس الوطني ولا يستطيع، هو شخصيته ضعيفة في الحقيقة وإرادته أيضا ضعيفة، وبالتالي لم يستطع أن يفرض إرادته لا بحضور الأمير سلطان ولي العهد الذي مضى عليه سنة الآن في الخارج، ولا حتى نايف مجردا، يعني ومع أن نايف يعني هناك له أعداء كثيرين داخل العائلة المالكة، ذكرنا أحدهم وهو الأمير متعب، وهناك أيضا آخرين، لكن يبدو أن الملك هو ذاته شخصية ضعيفة غير يعني على كل أحوال دكتور حمزة، يعني وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز ارتكب تجاوزات ليس فقط على مستوى السلطة بل بدءا بالشعب وبعض المواطنين السعوديين. على كل حال يعني هذه الصراعات الموجودة داخل السلطة والأسرة الحاكمة برأيك ما مصيرها؟ وبإيجاز لو سمحت. يعني تاريخ الأسرة يبين لنا أنه أن أن أنه ليس هناك حدود للصراع، يمكن أن يحدث اغتيال كما حدث لفيصل، يمكن أن يحدث إقصاء كما حدث للملك سعود، عزله عن السلطة عام 64 إلى أن مات سنة 68، ممكن أن يحدث تهميش كما حدث للملك خالد، وممكن أن يمارس الملك صلاحياته، ولكني أظن أن الأمور ستتعقد أكثر مع الزمن، لأن المطالبين بالسلطة كثر، وكثير منهم قالوا أنهم لا يستطيعون الانتظار، بمن فيهم الوليد بن طلال قال أي يعني بما معناه أنا لا أستطيع الانتظار، وحتى الأمير بندر بن سلطان قال ذات الكلمة في إحدى مقابلاته أنه لا يستطيع الانتظار. هناك كثيرون طامعون للسلطة. الدكتور حمزة الحسن كاتب وباحث سعودي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من لندن، شكرا جزيلا.